أزرف لون أحلى سيسيترز في الكون، أتمنى أن تكونوا بخير. ننتقل إلى الخبر. بريانكا شوبرا ونيك جوناس يتقدمان بقوة في الحجر الصحي. من المعلوم أن نيك جوناس وبريانكا شوبرا متزوجان منذ ما يقرب من عامين، وكان ما يقرب من 8 أشهر من ذلك الوقت خلال جائحة كورونا. من الواضح أن تلك الأشهر التي قضياها في الداخل كانت نعمة مقنعة لهؤلاء المتزوجين حديثا. رحبت عائلة شوبرا جونز بعضو جديد وهو كلب اسمه باندا. خلال مقابلة افتراضية سئلت بريانكا شوبرا عما تعلمته هي وزوجها من بعضهما البعض أثناء الحجر الصحي، فكان جوابها: إنني ما زلت أحبه بعد قضاء الكثير من الوقت معه، إنه رائع جدا، ولم يكن لدينا وقت مع بعضنا البعض أبدا كما حصلنا عليه خلال هذا الحجر المنزلي. تخيلوا، لقد استغرق الأمر وباء عالميا فقط بالنسبة لنا لملائمة جداولنا معا. انتقلنا إلى منزل جديد وكان لدينا وقت للقيام بذلك معا، وهو أمر رائع. وقالت أيضا إنها كانت كسولة خلال الحجر الصحي، أنهت كتابا من أجل الخير، وأضافت قائلة: يجب أن أقول إنني كنت منتجة جدا خلال هذا الحجر، قضيت الكثير من الوقت في صحتي وتناول الطعام الصحي بشكل صحيح، وكوني شخصا مبدعا أعتقد أنني وصلت العمل، كما أنني أنهيت مذكراتي وهي قيد الطلب مسبقا على أمازون، وفي الوقت نفسه لدي صفقة تطويرية مع أمازون، لذلك قمت بعمل الكثير من العروض لهم. لكن تلك الأيام الإنتاجية في المنزل قد ولت بالنسبة للشوبرا، لقد عادت إلى العالم وتعمل مرة أخرى، على الرغم من أن مجموعات الأفلام هذه الأيام تبدو أشبه بأقنعة الوجه والعديد من الاحترازات، تعرفون، مع كورونا. وهي الآن في ألمانيا وتصور The Matrix 4. شكراً لكم على المتابعة، لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب، نحبكم.